بسم الله الرحمن الرحيم. دكاترتنا الجامدين، اتمنى تكونوا كويسين. استكمالا للحديث عن السليفري جلاند، عرفنا ان اي جلاند في جسمي شأنها شأن الرمانة، تتكون من قشرة خارجية اسمها ستروما وحشو داخلي يسمى بارينكيما. ولما اجي اتكلم عن الاستروما كان كلام ثابت، عباره عن كبسول كونكتيف تيشو، كبسول يحتوي على كولاجين والاستيك فايبرز وترابيكولي. وهنا ساسكت قليلا. عرفنا من سنه اولى ابتدائي ان الترابيكولي دي عباره عن سبته نازله من الكبسول عشان تقسم الجلاند بتاعتي الى لوبس، فصوص، بعدين ترجع تقسم اللوبس الى لوبيولز. عارفين الكلام ده؟ مش انا الاوان بقى نفهم الكلام ده قدام عينينا بيحصل ازاي. فانا عندي الجلاند الجميله بتاعتي اهي، ادي الاسيماي وده الليومن اللذيذ جلاند. زي ما قلت لحضرتك بينزل ترابيكولي من الكبسول يقسم الجلاند بتاعتي الى لوبس بالشكل ده اهو. ومن هنا ترابيكولي يقسم الجلاند بتاعتي الى لوبس بالشكل ده. يبقى دي ترابيكولي قسمت الجلاند الى لوبس، بقى عنده 4 لوبس مثلا اهو. بعد كده ما تسكتش، ترجع تقسم اللوبس دي الى لوبيولز تانية صغيرة اهو. لوبيول 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 اهو. يبقى اذا قلنا في التركيب عبارة عن كبسول، ده الجزء الخارجي ملناش دعوة بيه. ثم ترابيكولي تقسم الجلاند من الداخل الى لوب، فصوص، وترجع تقسم اللوبس الى لوبيولز، فبقى عندي كل لوب عباره عن 2 لوبيولز اهو مثلا. خلاص، اللي باللون الاحمر نركز، ده اللوبيول نكتب عليه اهو. اللي باللون الاحمر ده الخط اللي بيقسمها الى لوبيول، اما اللي باللون الازرق ده الخط اللي بيقسمها الى لوبس. ثم موجود في بقيه الاستروما بقى شويه ريتيكولار فايبرز، اي كلام. اما جزء البارينكما فاتفقنا ان هو عباره عن اسيناي، الجزء السكريتوري اللي بيفرز، وبوصل الافراز السكريشن بتاعي ده انتو داكتس بداخل انابيب، ده الجزء المسؤول عن التوصيل. طب ما تيجي تكلمني على الانابيب بتاعه السليفري جلاندز بتقول ايه؟ زي ما حضرتك عارف ان السليفري جلاند تطلق الافرازات بتاعتها سواء سيرس سواء ميوكس بداخل اليومن. فالجلاند او الضغط بتاعه الجلاند دي تبدا من اول اليومن وتفضل ماشيه بداخل الجلاند لحد ما توصل للاورال كافيتي وهناك بتفتح. هذه الضغط بتمر على 5 مراحل، بتمر على 5 مناطق من اول اليومن بتاع الجلاند لحد ما توصل للاورال كافيتي. وفي كل مرحله بيتغير شكل الجلاند كما يتغير مكانها. يبقى في كل مرحلة من المراحل الخمسة حضرتك مطلوب تقول لي المكان بتاعها فين، والإبيثيليوم المبطن للضغط دي نوعه ايه؟ ما هو بيتغير المكان وبيتغير الإبيثيليوم. المرحلة الأولى الضغط بتبدأ بداخل اليومن أهو. أنا بقى عندي ضغط أهو دخلت جوه اليومن بالشكل ده، بدأت جوه اليومن. ده دي المرحلة رقم 1 سميتها انتركاليتد ضغط. خلاص، في الانتركاليتد ضغط هتقول لي مكانها فين؟ والله ده مكانها انسايد اليومن، جوه اليومن. يبقى معنى انتركاليتد يعني انسايد اليومن. الضغط في المرحلة دي بتبقى جوه اليومن. قلت لسيادتك هتقول لي مكانها فين والابيثيليوم بتاعها نوعه ايه؟ فالانتركاليتد ضغط قلنا مكانها انسايد اليومن جوه اليومن، ده المرحله رقم 1 اهي. والابيثيليوم بتاعها بيكون اقل درجات الابيثيليوم، ابيثيليوم حقير كده، اقل درجات الابيثيليوم وقليل يعني لو، يبقى اذا نوعه لو كيبويدال ابيثيليوم.
بعد كده الضغط بتاعتي تخرج من اليومن وتدخل جوه اللوبيول. متفقين ان الجزء ده اسمه لوبيول، السلايس بتاعت البيتزا دي اسمها لوبيول. يبقى المرحلة رقم 2 انت جوه اللوبيول، فسميتك انترا لوبيولر. معنى انترا لوبيولر يعني انسايد لوبيول، ما هي كلمة انترا يعني انسايد يعني بداخل، واللوبيولر يعني لوبيول، يبقى انسايد اللوبيول بديهي. الابيثيليوم بتاعك نوعه ايه؟ زمان في الانتركاليتد انت كنت حقير لوكي بويدل، دلوقتي بقيت تترقى شويه بقيت كيبويدال عادي مش حقير ولا حاجه. يبقى اذا الابيثيليوم في مرحله الانترا لوبيولر بيبقى كيبويدال ابيثيليوم، ده ترقى من كونه لو كيبويدال وطلع شويه بقى كيبويدال. بل ان في ناس بتكمل تعليمها وفي ابيثيليوم بيفضل يترقى عشان يتشعبط في الكولمنر فبيبقى اسمه لو كولمنر. يبقى اذا في مرحلة الانترالوبيلر هتقول لي مكانك فين والابيثيليوم بتاعك نوعه ايه؟ مكانك فين؟ ده انا اسمي انترالوبيلر يعني انسايد اللوبيول. الابيثيليوم بتاعك ده زمان كان حقير لو كيبويدل، دلوقتي ترقى شوية بقى كيبويدل. وفي ناس بتكمل تعليمها وتترقى اكتر تبقى لو كولمنر، يا دوبك تتشعبط في الكولمنر كده. يبقى الابيثيليوم كيبويدل تو لو كولمنر. والمرحلة اللي اسمها انترالوبيولر دي المرحلة اللي بدأ الابيثيليوم بتاعك يترقى فيها، هي اكتر مرحلة محورية من مراحل الضغط. ليه هي اكتر مرحلة محورية؟ لان في منطقة الانترالوبيولر بتوجد الميتوكوندريا. موجودة على البيز بتاع الضغط اهو، ميتوكوندريا مثلا اهي البيز بتاع الضغط، فسميتها بيزل انفولدنج او بيزل استرايشن. وهذه الميتوكوندريا مسؤوله عن الاكتيف ترانسبورت، الضغط بتاعتك تقدر تتاجر مع الضغط اللي جنبها، تنقل حاجه تستقبل حاجه، اكتيف ترانسبورت. يبقى المرحله رقم واحد قلنا ده جوه اليومن كانت البدايه انتركاليتد، مكانها فين؟ والله انتركاليتد يعني انسايد اليومن. الابيثيليوم بتاعها كان حقير لو كيبويدل، بعد كده طلعت من اليومن دخلت على اللوبيول بقيت جوه اللوبيول انترالوبيولر. مكانك فين؟ والله انترالوبيولر يعني انسايد اللوبيول. الابيثيليوم بتاعك ده اللي كان لو كيبويدل دلوقتي كبر وبقى كيبويدل، بل ان في ناس كبرت اكتر بقت لو كولمنر، يا دوبك اتشعبطت في الرقية كده اتشعبطت في اللو كولمنر. وما تنساش تقول له ان الانترالوبيلر المرحله رقم 2 دي اكتر مرحله محوريه في مراحل الضغط، لان في المنطقه دي موجود الميتوكوندريا على البيز بتاعه الضغط فاسمها بيزل انفولدنج او بيزل استريشنز، وهذه الميتوكوندريا بتساعد الضغط في عمليات الاكتيف ترانسبورت. المرحله رقم 3 بتبدأ الضغط تخرج من اللوبيول وتمشي على الحد الفاصل بين اللوبيولز وبعضها، ماشي على الحد الأحمر أهو، فسميت المرحلة دي المرحلة اللي بين اللوبيولز، سميتها انتر لوبيولر. كلمة انتر يعني بتوين، انتر لوبيولر يبقى دي المرحلة اللي الضغط فيها بتكون بتوين اللوبيولز، بين اللوبيولز. اتكلمت عن مكانها، طب ما تكلمني على الابيثيليوم بتاعها، وصلنا لحد فين؟ قلنا الابيثيليوم بدا حقير لو كيبويدل، بعد كده كبر شويه كيبويدل تو لو كولمنر. في هذه المرحله الابيثيليوم بيبقى راقي تماما كولمنر ابيثيليوم. ما انت كنت لو كولمنر في رقم 2 تبقى كولمنر في رقم 3، سنه الحياه، الانسان مننا بيتطور. بعد كده الضغط بتعمل حركه دنيئه، هي كانت موجوده في اللوب ده في المرحله في اللوبيول ده في المرحله رقم 2 اللي هو الانتر مرحله الانترالوبيولر، اي كانت موجوده في اللوبيول ده صغير سلايس البيتزا الصغيره دي. المفروض لما تمشي على الحد الفاصل بين اللوبيولز يبقى تتنقل من اللوبيول ده لللوبيول ده، اما الضغط كذبت عليهم قامت جايه قايله لللوبيول سيبني انا همشي على الحد الفاصل عشان اروح لللوبيول اللي جنبك، واول ما سابها مشيت على الحد الفاصل وهربت خرجت بره اللوبيولز تماما ومشيت جوه اللوب. فبسمي المرحله رقم 4 دي
المرحله اللي الضغط فيها موجوده بين اللوبس، ادي ده فص وده فص وده فص وده فص، اذا موجوده بين هذه الفصوص الكبيره موجوده انتر لوبر. كلمه انتر يعني بتوين، لوبر يعني لوبس، وافرق بينها بين الانتر لوبر والانتر لوبيولر. ده لوبيولر يعني لوبيولز، دي موجوده بين اللوبيولز على الحد الفاصل. اما انتر لوبر دي كذبت عليهم وقالت لهم ان انا هنتقل بين اللوبيولز، وقامت جايه خارجه طلعت بره ومشيت بين اللوبس الكبيره اللي بره. فاكتب لي جنب المرحله الرابعه دي مرحله الكذب والغش والخداع. انتر لوبر يعني موجوده بتوين اللوبس، والله ده من اسمها بديهي، والإبيثيليوم بتاعها بيكون كذاب وغشاش ومخادع زيها، بيكون سودو ستراتيفايد كولامبر. تاني جزئيه، الضغط بتاعتي بدأت من اليومن انتركاليتد عادي، بعد كده خرجت من اليومن على اللوبيول اللي جنبها جوه اللوبيول انترالوبيولر، بعد كده مشيت على الحد الفاصل بين اللوبيول انتر لوبيولر بين اللوبيول، بعدين كذبت على اللوبيول وثابته وطلعت على اللوب الكبير اللي بره، جريت على اللوب الكبير عشان معاه فلوس اكتر لانه اكبر، فبقى اسمها انتر لوبر بين اللوبس الكبيره. يبقى تقول لي في الانتر لوبر رقم واحد دي بتوين اللوبس، رقم اتنين دي كذابه وغشاشه ومخادعه، يعني سودو ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليا. بعد كده لو تلاحظ انها انتر لوبر بدات تخرج بره الجلاند وتفتح في الاورال كافيتي، فبقت عندي المرحله الاساسيه والاخيره بقى اسمها مين دكت، ده هي دي الدكت بتاعتي اللي بتوصل السكريشن للاورال كافيتي. يبقى في المين دكت هتقول لي ان مكانها والله في الاورال كافيتي، بتفتح في الاورال كافيتي والابيثيليوم بتاعها. انت كنت وصلت في تدريجة الابيثيليوم الى سودو ستراتيفايد كولامنر، كنت كذاب، لما طلعت في الاورال دكت بقيت واضح وظاهر للجميع، ما بقتش غشاش ومخادع، فشيل كلمة سودو هيبقى الابيثيليوم ستراتيفايد كولامنر، وبيفضل يتطور لحد ما يوصل ستراتيفايد سكويمس نير الاوبننج بتاعت الاورال كافيتي. ما هو الابيثيليال لايننج بتاع الاورال كافيتي ستراتيفايد سكويمس، فالضغط وصلت ستراتيفايد كولامنر، بس عشان تطلع على الاورال كافيتي لازم الابيثيليوم بتاعها يكون نفس ابيثيليوم الاورال كافيتي ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. يبقى كلمني تاني سريعا عن تطور ورقي الابيثيليوم. بدا في الانتركاليتد المرحله رقم واحد حقير لو لو كيبويدال، بعد كده يتطور شويه في المرحله رقم اتنين يبقى كيبويدال تو لو كولامنر، بعدين ده كان لو كولامنر يبقى المرحله رقم ثلاثة يبقى كولامنر، المرحله رقم أربعة مرحله الكذب والغش والخداع سودو ستراتيفايد كولامنر، المرحله رقم خمسة مرحله الوضوح يبقى ستراتيفايد كولامنر، ونير الاوبننج بيتحول يبقى ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. كده انت خلصت الجزء بتاع الضغط، ولكن بيبقى عندي خلايا موجوده بين الابيثيليوم بتاع الضغط دي، الابيثيليوم لايننج بتاع الضغط الجميله اللي عندي دي في الخمس مراحل، وبين البيزا اللامنة اللي نايم عليها الابيثيليوم بالشكل ده اهو. لو قلنا مثلا ان دي الضغط اهي، ده الابيثيليوم بتاع الضغط اهو، بين الابيثيليوم والبيزا اللامنة بتاعة الضغط في المنطقة دي موجود خلايا اسمها مايو ابيثيليال سيلز. مايو ادي الجزء الاول من الاسم، ايبيثيليال ده الجزء الثاني من الاسم، يعني ايه مايو ايبيثيليال سيلز اللي اسمها باسكت سيلز؟ والله دي اسمها مايو ايبيثيليال، يبقى اكيد كلامي كله هيكون من الاسم. اول حاجه دي اسمها ايبيثيليال سيلز لانها موجوده بتوين الضغط الايبيثيليوم، بين الايبيثيليوم بتاع الضغط والبيزل لامينا بتاعه الضغط. اما مايو ده كلمه مايو يعني عضله، يبقى اكيد تتكون من مايو فيلامنتس اسمها اكتين ومايوسين. يبقى انا عندي خلايا اسمها مايو ابيثيليال سيلز،
الخلايا دي موجوده بين الابيثيليوم، ما هي اسمها ابيثيليال، يبقى بين الابيثيليوم بتاع الدكتا الابيثيليوم والبيزا اللامينا اللي الابيثيليوم نايم عليها. هذه الخلايا هي مايو خلايا عضليه، يعني تحتوي على خيوط الاكتين والمايوسين، تحتوي على مايو فيلامنتس، والعضلات ملهاش اي دور في الحياه غير انها تنقبض. فلما يحصل كونتراكشن للاكتين والمايوسين تبدا الجلاند بتاعتك تتعصر، فالسكريشن بتاعها يخرج في اليومن، ومن اليومن يمشي في الدكتس لحد ما يوصل للاورال كافيتي. يبقى رقم واحد في المايو ابيثيليال سيلز، هقول له دي اسمها ابيثيليال لانها موجوده بين الابيثيليال، بين الدكتا الابيثيليوم والبيزال لامين. رقم اتنين دي اسمها مايو، يعني تحتوي او تتكون من مايو فيلامنت اكتين ومايوسين، وشكل المايو فيلامنت بيبقى سبندل خلايا مغزليه بالشكل ده اهو، وهايلي برانشد طبعا زي ما سيادتك عارف طالع منها برانشز كتير. وظيفه الاكتين والمايوسين ان الكونتراكشن بتاعهم بيبرس يضغط على الجلاند، ولما يضغط على الجلاند تخرج السكريشن بتاعها جوه اليومن، ومنه يمشي في الدكتس لحد ما يخرج بره على الاورال كافيتي. كده نبقى خلصنا الجزء بتاع السليفري جلاندز، باقي لك معايا 3 امثله عن السليفري الميجر سليفري جلاندز. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحصه القادمه. تشاو.